الانتخابات اذا مو ايران توافق عليها لا تقول لي رئيس وزراء عراقي ورئيس وزراء شيعي ما ادري شنو، هاي كلها ما يسرونها بزبانه. اذا ما يوافق عليها الفقيه سلام الله عليه لين صار بمكان علي بن ابي طالب، اذا قال الفقيه قال العالم. هذا مصير العراق كله مرتبط بايران. يعني ايران صارت الصمام الرئيسي للحثاله قاعده بالخضراء، اذا هو صمام ماله كان ما اشتري بزبانه، لا هو ولا ابوه. احنا طقنا الجوع تاذينا. تاذينا الميليشيات بصفحه. الرؤساء الكتل بصفحه. مظاهرات طلعت اول البارحه قالوا منتسين، ليش منتسين؟ كودن حرقوا صورة الخميني سلام الله عليه، الخميني ما اعرف شنو. هي هاي شوف هاي ذلتنا بسبب الخميني. اذا ما يطلع الايراني من هنا ما نستعدل. هاي ليش قطعوا المي الايرانيين؟ كودن ما شكلت حكومه، ماكو رئيس وزراء من حزب الدعوه حتى يمشي امورهم مصالحهم يمشيها، قطعوا المي، كهرباء قطعوها، حتى شو يصير ضجه، حتى شو يصير؟ يستعجلون بتشكيل الحكومه، حطه من حزب الدعوه، حطه من فلان بوكان، حطه من يابعه، جايفه حش السامع، حطه، بس خلينا نخلص ايران حتى توافق علينا. ايران حتى توافق علينا. ملينا احنا ملينا من الحكم الشيعي، اجيك من الاخير. الحكم الشيعي بهذنا ذنه. بزمن صدام ما ندلينا هيك احنا. والله ما ندلينا.